كنت مرة بنبهر كيف الناس بتقدر تفجر سيارة، بتفجر عمارة، بتفجر مش عارف ايه. في اشياء غريبة ما نقدر نسويها في حياتنا الواقعية، والناس بتجلس وبتتفرج. صراحة هي اكسبيرينس مختلفة، واول مرة تصير في السعودية ويمكن في العالم العربي كمان انه فيلم في عدد من المخرجات مع بعض. فكانت بالنسبة لي تجربة مختلفة، وكنت يعني مهتمة اني اكون جزء منها، لانه مهرجان البحر هو كيف بدا، انه مهرجان البحر الاحمر ارسلوا العديد من المخرجات والكاتبات في السعودية انهم يقدموا سكريبتاتهم، وبعدين صار في تصفيات لما صرنا احنا الخمسة. فيعني مبسوطة اني جزء من هذه التجربة اللي تعتبر فريدة يعني في هذه الفترة. الصراحة لا، لانه اللي كنت شايفاه انه كل بنت كانت بتخرج فيلمها الخاص، ما كنا بنفكر مين احسن من مين، كان كل احد يبغى يحط الستايل تبعه والطريقة اللي هو يحب يشتغل فيها والرؤية الفنية والإخراجية حقته. فكل أحد مركز إنه يحط نفسه في الفيلم، وما كنا بنفكر مين حيكون أحسن من مين، قد ما إنه بنفكر إنه نبغى نسوي الفيلم ويكون يعبر عننا على قدر الإمكان. صراحة يعني كايرو فيلم فيستيفال من المهرجانات المفضلة بالنسبة لي من زمان، سنس قبل ما يعني أدخل هذا المجال كنت بتابع المهرجان. فبالنسبة لي جدا مبسوطة إنه هذا ستيل يعتبر تاني فيلم أو تاني مرة أشارك فيها كمان في المهرجان. فمبسوطة وإن شاء الله يعني دائما يكون أفلامي تشارك في القاهرة. يعني أنا عمري 26 بس بدأت أشتغل من بدري، يعني بدأت أشتغل من في الجامعة صراحة. فبدأت أعمل أفلام، يعني عندي فيلم أول اسمه سعدية سابت سلطان، برضو راح مهرجانات يعني سواء في العالم العربي وراح بر العالم العربي، وكمان كسب جائزة. فكان هذا أول فيلم هو اللي شوية شجعني إني أكمل تاني. وبعده سويت فيلم من يحرق الليل كمنتجه، ودحين بأخرج هذا الفيلم. هو شوفي من البداية من سنة وأنا صغيرة صراحة كنت بحب أتفرج على أفلام. وأول فيلم أصلاً أتذكره في حياتي إني شفته ولين دحين في مخي ولين دحين شفته مليون مرة، فيلم ذهب. ودحين وبعدين كل فترة بتفرج على أفلام أكثر، إلين ما صرت بتفرج على الميكينج بتاع الأفلام. وكنت مرة بنبهر كيف الناس بتقدر تفجر سيارة، بتفجر عمارة، بتفجر مش عارف إيه. في أشياء غريبة ما نقدر نسويها في حياتنا الواقعية، والناس بتجلس وبتتفرج على هذه الأشياء وهي اللي بتعملها. فكنت مرة مهتمة إنه عاوزة أكون في المكان ده، بس ما كنتش عارفة عاوزة أبقى إيه أصلاً. فبعدين ما كان في، يعني ما كنت أتخيل إنه حينفتح تخصص سينما في السعودية، يعني لسه ما في سينما. بس بعدين قلت خلاص عاوزة أدخل إعلام. بس أول ما بدأت أبحث على جامعات عرفت إنه في جامعة عفت حتدرس فنون سينمائية، وقلت فرصة إني أدخل، يعني هو ده اللي أنا أبغاه أصلاً. فدخلت ومن ثاني سنة بدأت أشتغل على، واشتغلت في أول فيلم طويل كان اسمه عروس الشعر، وكنت مساعدة مخرج. ففي هذا الفيلم عرفت إنه أنا أبغى بالضبط هو ده اللي أنا عاوزاه، إنه أنا أبغى أخلق عالم وأكتب عالم وأبغى أتفرج عليه. أوقات كثير وأنا صغيرة كنت أبغى أكون رائدة فضاء، وكنت أبغى أكون دكتورة، وكنت أبغى أكون مدرسة، وكنت أبغى أعيش حياة ناس معينة، أو أبغى أسوي أشياء مرة كثير، وأبغى أكون في أماكن مرة كثير. فإني كوني إني مخرجة وكاتبة خليني أحقق ده، إنه حقعد أعمل ده العالم وأقعد أتفرج عليه. هو شوفي أنا دائما الناس دائما تقول على أفلامي إني أنا مرة أحب الألوان، وأنا كشخص دائما ألبس ألوان وأحب هذه الأشياء. حتى في أفلام أكتبها ولا مثلاً زي سعدي، في تعتبر أفلام أصلاً شوية سوداوية أو حزينة، لكن فيها ألوان كتير، لأنه هذا اللي يعبر عني، وهذا اللي أنا الطريقة اللي أنا أفكر فيها. وكمان مرة أحب الأفلام اللي هي الواقعية السحرية. فبالضبط هو ده الستايل أنا أحب أكتب فيه. وأنا لما أجي أكتب أي قصة أنا أتخيلها في مخي كده كلها ألوان، حتى لو كانت حزينة أعرف يعني بحاول كيف أوظف الألوان بحيث إنه تدي هذا الإحساس، بس نفس الوقت فيها ألوان متعددة وكتير. فهذا السائل أنا أحبه. بعدين الشخصية اللي كتبتها يليق عليها أكتر، هذا إنه بيتها يكون ملون، بيتها يكون فيه عجقة أشياء مرة كتير وزي كذا. هو شوفي يعني أنا طرحته بطريقة بسيطة، بطريقة إنه بوضح الفكرة نفسها، مش يعني في النهاية هو في فكرة تعبر عني وقررت إنه أنا أطرحها. فبصراحة ما كمان كان بالنسبة لي في شيء يخوف، لأنه عارف أنا كيف بطرحها بأي طريقة، وفي النهاية بتكلم عن شيء كلنا بنشوفه كل يوم وما حد يقدر ينكره أصلاً. فصراحة لا. طيب أنا شغالة على فيلم الطويل الأول، فيلم هالة عزيز أو عزيز هالة.
اشتغلت عليها هذه السنة كلها في التطوير مع معمل البحر الأحمر وتورينو فيلم لاب، وحيكون في البروجكت ماركت في راتي فيلم فاستيفال، وإن شاء الله يعني السنة الجاية أو يعني قريبا نقدر نعمله. وأيضا برضو قاعد أشتغل على الفيلم قصير حيكون حانتج إن شاء الله قبل الفيلم الطويل ده. يعني كأي صانع أفلام أنا نفسي أروح كان، نفسي أروح الأوسكار، هذه الأفلام اللي أنا هذه الطموحات الكبيرة اللي عندي في مجالي كمخرجة وكاتبة، وفي نفس الوقت نفسي يعني أعمل أفلام أكثر تعبر عني، تعبر عن إيش الأشياء اللي أنا أؤمن فيها، وإيش الأشياء اللي هي موجودة في مجتمعنا وموجودة في بلدنا وموجودة في ديننا، إنه نقدر هذه الأشياء نوريها للناس وللعالم ونسلط الضوء عليها أصلاً.